حديث مهم جدا ودعاء مهم جدا نصحنا به النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص عليه كل يوم مرتين بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، كان يحرص النبي على هذا الدعاء، وعلمنا هذا الدعاء لنحرص عليه لننجو من عذاب النار. لأنك في الدنيا أخي الحبيب كل المشاكل تهون، كل مشكلة لها حل، ولكن الكارثة أنك تأتي يوم القيامة فلا تجد أمامك إلا نار جهنم والعياذ بالله، من الذي ينقذك منها؟ تكون قد ضيعت عمرك وضيعت حياتك وغفلت عن الله ونسيت لقاء الله عز وجل، فيقال لك فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإياك أن تكون مع هؤلاء. ما هو الدعاء المهم والذي كان يعني من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي قال لأحد الصحابة الكرام، ودائما أخي الحبيب عندما تسمع حديثا نبويا موجه لصحابي كريم يجب أن تضع نفسك مكان هذا الصحابي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكلم أمته ولا يكلم شخص فقط، يعني هذه معلومة يأخذها هذا الشخص ويذهب، لا، هو يكلمك أنت اليوم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النبي يدعوك ليمنحك الحياة الطيبة في الدنيا ويمنحك الحيوان في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يمنحك الحياة الأبدية المطمئنة السعيدة المليئة بالنعيم. لذلك عندما يقول النبي لأحد الصحابة معلومة يجب أن تتخيل أن النبي أمامك عليه الصلاة والسلام يخاطبك أنت، أنت المعني بهذا الكلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وكما قلت تخيل أنه يخاطبك الآن، إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس ماذا يا رسول الله؟ اللهم أجرني من النار 7 مرات. هل هذه صعبة؟ يعني عد معي كم كلمة، اللهم أجرني من النار 4 كلمات. الآن تستطيع أن تحفظ هذا الدعاء، اللهم أجرني من النار 7 مرات، كم يأخذ معك؟ اللهم أجرني من النار. لو فرضنا كل كلمة ثانية 4 ثواني ضرب 7 28 ثانية، يعني أقل من نصف دقيقة. نصف دقيقة فقط طلب منك النبي عليه الصلاة والسلام أن تتذكر عذاب النار وكأن النار أمامك، فتقول اللهم أجرني من النار، لا تنتظر حتى تقف في مواجهة النار والعياذ بالله، اللهم أجرني من النار 7 مرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنك إن مت من يومك ذلك، يعني بنفس اليوم، كتب الله لك جوارا من النار، أجارك يعني أبعدك. ما معنى أستجير بالله؟ يعني ألتجئ إلى الله ليحميني من شر فلان. عندما تقول اللهم أجرني من النار أي يا رب ضع بيني وبين النار حاجزا فلا أدخل فيها أبدا، إذا مت من هذا اليوم فإنك يكتب لك جوار من النار. الحمد لله شيء عظيم جدا، 4 كلمات ضرب 7 مرات يعني نصف دقيقة. وإذا صليت المغرب يتابع النبي عليه الصلاة والسلام. أريدك أخي الحبيب مهم جدا أن تتخيل معي أن النبي قريب منك، النبي حي أخي الحبيب، لا تعتبر أن النبي مات وانتهى، النبي يرد علينا السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يستبشر خيرا بأمتي وهو الآن في رحاب الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام هو حي يرزق عند ربه. إذا كان الشهيد حي فكيف بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ فيجب أن تتصور وكأن النبي بيننا الآن، يأتيك ويقول لك يا فلان إذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس، وهذا ضروري لي لأن كثير من الناس يصلي ثم ينطلق إلى اللهو والعبث. لا، النبي أرادك وأنت تصلي المغرب مثلا أن يكون تفكيرك بالله ونعيم الآخرة وعذاب الآخرة. في هذه الحالة تبقى منشغلا بشيء خارج الدنيا، تنسى هموم الدنيا. كثير من الناس يقول لك أنا أصلي أصوم أستمع للقرآن ولكن أنا كئيب تعيس حزين لدي وسواس إلى آخره، لأنك لم تعش حقيقة الصلاة. الصلاة أخي الحبيب من المهم
أن تفرغ هذه الخمس دقائق التي هي الصلاة، وقت الصلاة أو مدة الصلاة، تفرغها للتفكير بما تقول عندما تقول الله أكبر. تتصور أن هذا الإله الذي تقف بين يديه هو أكبر من كل شيء. عندما تقول سبحان ربي الأعلى في السجود، تتخيل أن الله أعلى من كل شيء، فتتلاشى همومك، تتلاشى أوجاعك، يتلاشى الاكتئاب، تشعر بفرح لأنك بين يدي ملك كريم رحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فتخيل أن هذا النبي جاء لعندك يقول لك يا فلان، أنت تحديدا، إذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات، أيضا نصف دقيقة، يعني مجموع كم؟ يعني صلاة الفجر وصلاة المغرب نصف دقيقة هنا ونصف دقيقة، يعني دقيقة فقط. اليوم كم ساعة فيه وكم دقيقة؟ أحسب. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا فعلت هذا، إذا أنفقت من وقتك نصف دقيقة لتقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، إذا حققت ذلك وأنت موقن طبعا، وأنت تتصور أن النار أمامك وأن الله أجارك منها، تشعر بفرح. فإنك إن مت من ليلتك، طبعا بعد المغرب يأتي العشاء ثم الليل، إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. فإذا في هذه الحالة أخي الحبيب أنت ضمنت أن يجيرك الله من النار في الليل ويجيرك في النهار، إذا على مدى 24 ساعة. وبالتالي يعني شيء جميل جدا أن يضمن الإنسان لنفسه نجاة أو جوارا من نار جهنم والعياذ بالله. إذا الله سيصلح أعمالك أيضا من نتائج هذه الكلمة. عندما تقول يعني الله كيف يقيك من النار، يتركك غارقا في الشهوات والفواحش والربا وإذاء الناس وأكل مال الناس، ثم يكتب لك لا، أنت هذا الحديث كأنك تقول يا رب أصلح لي حالي في الدنيا. إذا أردت أن تظلم أحدا يمنعك الله من ذلك، يغلق أمامك أبواب الظلم سبحان الله. إذا أردت أن تؤذي أحدا تجد أنك غير قادر على إذائه، لأن أذى الناس يؤدي بك إلى النار، والله كتب لك جوارا من النار، فيهيئ لك أسباب هذه الوقاية من النار. إذا أردت أن تأكل الربا الله يمنعك من ذلك، يعني الله لا يكبلك، لا، يهيئ لك فكرة معينة تقتنع أن الربا بالفعل حرام، ويهيئ لك أسباب الرزق الحلال، وبالتالي هذه وقاية من النار. إذا أردت أن تضيع أوقات الصلاة مثلا تجد أن الله يذكرك بالصلاة. إذا أردت أن تذهب في باب أبواب الشر تجده مغلق أمامك. إذا عندما يجيرك الله من النار، ما معنى كتب لك جوارا من النار؟ يعني كتب لك أسباب النجاة من النار. من أسباب النجاة من النار أنك لا تستطيع أن تفعل المنكر والفاحشة بالفعل. يعني أنا كمؤمن أنظر إلى هذه الفواحش، نظرتي لها سيئة جدا، نظرتي للخمر سيئة جدا، نظرتي لأذى الناس سيئة جدا. بنفس الوقت يرزقك الله الصبر على أذى الآخرين، يرزقك الله الصبر على المرض، فلا تتذمر ولا تشكو ولا تيأس، يرزقك الله قوة تحمل. وهذه كلها أسباب لماذا؟ للوقاية من النار. إذن أخي الحبيب هنا ليس مجرد كلمات أنت ترددها فقط، هذا الدعاء عميق جدا. يعني أنت عندما تطلب من شخص أن يبعد عنك لصا مثلا، هناك لص يريد أن يسرق شيئا منك، طبعا هناك إجراءات يقوم بها، يغير أقفال المنزل، يضع حراسة، يضع كاميرات، يضع 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 عراقيل أمام هذا اللص فلا يصل إليك. كذلك أنت عندما يجيرك الله من النار يضع لك أسباب تنجيك من النار. وبالتالي أيها الأحبة، يعني أرجو ألا تنسوا هذا الدعاء المهم 7 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، اللهم أجرني من النار.
ويفضل أن تقوله في كل وقت، يفضل أن تقوله دائما، ليكتب الله لك أسباب النجاة من نار جهنم ويهديك للطريق الصحيح إن شاء الله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى طريق الجنة ويكتب لنا جوارا من النار، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.